مرحبا، أنا غيدة مرزوق، واليوم رح نحكي عن مرض العصر أو المرض اللي شاغل كل الناس بكل أنحاء العالم واللي هو فيروس الكورونا. وبالتحديد اليوم رح نحكي مع دكتورة رانيا صالح وهي موجودة حاليا بإلينوي، وأيضا رح تخبرنا عن هالموضوع وهي أخصائية بالأمراض المعدية. دكتور رانيا صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. اليوم فعلا بدنا نحكي عن موضوع شاغل الناس، يعني كل الناس كيف ما بتبرمي كيف ما بتفكري وين ما بتفتحي، حيلا نشرت اخبار، كل الناس فعلا الشغل الشاغل لكل الاشخاص وين ما كانوا بالعالم هو فيروس الكورونا. هالفيروس اللي انتشر بشكل كتير سريع وبشكل كتير مخيف بكل انحاء العالم، ودوله ورا الثانيه صارت فعلا تاخذ اجراءات كتير كبيره، وصلنا لحالات الطوارئ بمعظم دول العالم. اذا بدنا نحكي شوي بالتحديد بالاول، انا قبل ما افوت بموضوع الكورونا بدي اعرف عن دكتور رانيا. رانيا صالح اللي ربيتي بفلسطين لغاية ما تخرجت من الجامعة، بدي العالم شوي يعرفوا قصتك قبل ما نوصل لقصة عملك الطبي بإلينوي. أكيد، شكرا أستاذ غيدة على الاستضافة هاي الصبح. أنا من مواليد رام الله فلسطين، والدي الله يرحمه من قرية اسمها بيت نبالة قضاء اللد، ووالدتي الله يرحمها برضو من قرية دير طريف برضو قضاء اللد. في 48 نزحوا وقعدوا برام الله، وأنا هناك ولدت وربيت وعشت وخلصت جامعتي كلية الطب. كانت منحة مقدمة من الله يرحمه ياسر عرفات، لأني حصلت على من 10 الأوائل على الضفة في نتائج الثانوية العامة. نعم. تخرجت بال 2005 من جامعة القدس أبو ديس، وبال 2006 خلصت الامتياز من مستشفى رام الله. نقلتي على أمريكا كانت سبب شخصي تقريباً أكثر من أنه واقع بلد مثل من كتير ناس. بال 2001 أهلي حصلوا على الإقامة عن طريق خالتي اللي هي موجودة حالياً بأمريكا برضو، وكانت لظروف عائلية شوية قاسية منها مادياً، أنه أمي اضطرت الله يرحمها تجيب إخواني وتجيبهم على أمريكا، وأنا كان الأنسب بقرار أن أخلص الجامعة بكلية الطب هناك وأجي أكمل دراستي هون، وهذا فعلاً اللي صار. والحمد لله أمورنا ماشي تمام وكل شيء تمام الحمد لله. وأكيد دخلتي إلى عالم الطب من الباب الواسع بإلينوي بأمريكا، وهذا شيء تحدي فعلا لما منشوف، أنه فعلا منشعر بالفخر لما منشوف شخص مواطن عربي بيترك بلده الأم، خاصة لما بتكون بلد مثل فلسطين اللي أكيد عانت للكثير وبعدها لغاية اليوم للأسف تحت الاحتلال عم بتعاني، إنما أيضا قدرت تحقق الشيء اللي بدك إياه وقدرت تنشريه بالخارج ببلد كله تحديات، ومش صعب أنه يقدر ينخرط شخص فلسطيني عربي داخل إطار الطاقم الطبي إذا فينا نقول بإلينوي بالتحديد. هون من بعدها ابتديت بموضوع الأمراض المعدية وكان هذا تخصصك الأساسي، إنما إذا بدنا نقول فعلا من وقت اللي ابتديت بعملك بالأمراض المعدية لغاية اليوم وفيروس الكورونا، قديش بنحس فعلا أنه هل فيروس طغى يمكن على كل الأمور اللي سبقت قبل؟ أكيد، لأنه سابقة كتير يعني، والمشكلة هي عالمية في الوقت الحالي، وأنه لازم الاحتياطات من جميع الدول وجميع الأفراد. فكل اللي عم بيصير الناس اللي خايفة منه هي احتياطات إجرائية لها هدف، ورح نحكي عنه هذا الهدف. نعم. عودة للأمراض المعدية، أنه أنا لما تخصصت بلشت بتخصص الأمراض المعدية كتير من أهلي سألوني بيقولوا لي شو بدك بهذا التخصص؟ بيقولوا لي شو رح يستفيدك من هذا التخصص؟ فبس من مجرد ما خلصت ما ضل حدا من العيلة إلا استفاد مني أو سألني سؤال أو كان بحاجة، لأنه هذا إشي إحنا يومي بنشوفه. صحيح. والاستعمال المضادات الحيوية والأمراض سواء بالصغار أو بالكبار كمان. اللي عم بيصير حاليا هي outbreak بلشت بالصين وعم تنتقل للعالم. بتعرفي الناس تقريبا كبلد صغير لأنه المطارات والناس عم بتسافر وين مكان، فهلا المركز تقريبا سيطروا عليه، هلا المشكلة صارت بالعالم برا. صحيح. وعم بتزيد أكثر، وهي راح تزيد أكيد، هذا الإشي متوقع. والمتوقع كمان حسب الدراسات والخبراء اللي عم بيحكوا إنه أكثر من 50 أو 60% من الناس أنه في مرحلة ما أنت راح تنصاب بهذا العدوى، اللي هي زيها زي أي رشح يعني، معظم الناس عم بترشح. بس اللي عم بيصير هو اللي لازم إحنا نفهمه للناس، أنه كل اللي عم نعمله إجراءات وقائية لحتى هدول العدد اللي راح يمرض أو راح ينصاب بهذا العدوى، سواء راح تؤدي إلى مرض
انه مبين عليه الاعراض او ممكن ما يبين عليه اي شيء، نعم انه يوزعوهم على مده اطول، يعني بدل ما نعم مثلا لنفترض 100,000 بدهم يمرضوا بفتره اسبوعين، بدهم يخلوا المده اكبر، يعني اكبر اطول ممكن، لحتى المستشفيات والهيلث كير كله يستوعب الحالات المرضيه اللي هي ممكن تحتاج الى رعايه طبيه. وفي نسبه كبيره، انه 80% من الناس اللي عم بينصابوا من هدول هم حالات يعني غير طفيفة أو ممكن حتى ما يحسوا فيها كمان. نعم، وممكن يكونوا ناقلين للمرض فقط، ويعني يقطعوا كمان هن المرحلة، ما يمكن يصابوا بعدين بهالفيروس، بس يعني فعلا ينقلوه للأشخاص، خاصة المسنين والأشخاص قليلي المناعة يعني كمان، وهن ما أكيد يصابوا فيه بعدين، بس يكونوا حاملين العوارض معهم، وتكون هالعوارض مثل ما بيقولوا سايلنت يعني، وما يقدروا يعرفوا هن ولا يصابوا فيه بالنهاية. أكيد، لأنه زيه زي أي رشح. يعني هلأ إحنا كتير مرات إنه الأولاد بروحوا على المدرسة بيرجعوا، ممكن يمرض شوية مرض خفيف، ممكن ما يمرض. هلأ مين ممكن الأبو أو الأم يرشحوا أكتر ويبين عليهم الأعراض، بس من وين نعم أخذوا هذه العدوى؟ الأغلب من الأطفال مثلا، أو ممكن أخذها من برا لأنه كان مسافر، أو لأنه مسك شيء برا ملوث أو ما غسل إيديه منيح. فهذه طبعا أكيد محتملة، وهذا هي الإجراءات الوقائية اللي إحنا عم نعمل فيها، لأنه عم نطلب من الناس اللي حتى لو ما عندها أي أعراض مرضية، أو حتى ما سافرت أو ما شافت أي مريض، إنها برضو إذا لمست أي سطح خارجي خارج بيتها أو حتى داخل بيتها، إنها تغسل بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، لأنه هذه الطريقة الوحيدة اللي بتؤدي إلى قتل جميع الفيروسات والأمراض. طبعا نعم مش بس فيروس الكورونا، لا، أي طبعا مرض ثاني. صحيح فإحنا صحيح الإجراءات اللي عم بيعملوها هي إجراءات معروفة عنا بالطب ومعروفة عنا بالأمراض المعدية، لكن بسبب سرعة انتشاره، وممكن سرعة انتشاره توصل ل 60%، يعني إذا في واحد حامل للمرض في حوالي 10 أشخاص، من 4 ل 6 أشخاص ممكن يلقطوا العدوى هاي، بس مش معناته إنهم هم راح يمرضوا وراح يروحوا على المستشفى وراح يصيروا إنه زي ما بيقولوها داينج وكذا. بس ما بتعرف الجسم، كل بني آدم أو الجسم كل جسم بيتفاعل مع هالشيء بشكل مختلف. بشكل نعم مختلف. والفئة نعم العمرية اللي تأذت أكثر اللي هي الفئة الجيرياتريكس، اللي هي الناس اللي المسنين. كبار نعم بالعمر. نعم طب هون كمان بدي احكي عن تفاصيل يومية، يعني هذا اللي عم حب وضحه بشكل كتير سريع. هون القصص اكيد في قصص مثل ما قلتي، يعني بيسكس اللي هن ما يقدروا ولا سطح ممكن يكون معرض لشيء، ماسكات البواب، كل هالامور اللي هي موجودة بحياتنا اليومية، وهي ما في غنى عنا قديش هيدي الامور فعلا. يعني واحد لما بيقول انه صار في يمكن انفكشن على هالسطح اللي موجود وين ما كان، او حتى على هالمسكه الباب الملوثه، قديش بيبقى الفيروس عليها؟ يعني لاي فتره ممكن يضل؟ بضل ساعات معينه؟ ممكن يضل لفتره اطول؟ هيدا الشيء اللي بدنا نعرفه بالضبط. هي القصة في مسكة الأبواب هي المعدن، إنه وجدوا إنه الفيروس على الأسطح المعدنية بيعيش أكثر من غير الأسطح المعدنية، فممكن من هاي إجت إيدين الأبواب لأنها هي معدن. تقريبا يعني شو عم نحكي؟ يعني ساعات، ايام؟ هاي مش متأكدة منها، بس أتوقع إنه من 6 ل 10 ساعات ممكن إنه يضل. يعني إذا نعم كان واحد حامله إنه مسك سطح معدني، مسكة إيد، أو بتعرفي بالخارج بالمطارات في أسطح معدنية كتير إذا حدا لمسها، فممكن انه يكون على ايده. فعلشان هيك احنا بنشدد على فكره انه انت ممكن تكون برا، ممكن ما تقدر تغسل ايديك نعم كل شوي او كل 5 دقائق، او حتى صحيح مع الهاند سانيتايزر، انه اذا لمس اي سطح خارجي معدني بالذات او غير معدني، انه ما يحط ايديه على وجهه. فعلا، هذا هو الشيء الأساسي. يعني مثل ما ذكرتي إنه طرق الوقاية هي فعلا بسيطة ولازم واحد يلتزم فيها، بس أوقات مثل ما قلت الأولاد اللي هني ممكن ينقلوه، أوقات ما بيكونوا ملتزمين، وهذا الشيء اللي فعلا عم بيصير من خلال الحجر المنزلي، وهذا اللي لازم ينعمل، يعني إنه يخلوا الأولاد ويبقوا الكبار أيضا هني وياهم مع بعضهم، حتى ما يصير فيها التعرض، وحتى يقدر واحد يعمل إذا فينا نقول حصر للمرض، مثل ما صار بالصين، وما عاد صار ولا حالة زيادة، لأنه هالقد أخذوا إجراءات صارمة إذا فينا نقول للكل، وقدروا فعلا يحصروا هالمرض من دون ما يكبر، مثل ما للأسف صار بإيطاليا وبإيران وبكتير دول كمان صارت عم تقدر عم تنشر كمان هي المرض، مش بس داخلها إنما أيضا لخارجها. طب هون كمان بدنا نحكي عن أمور كمان، أنا دايما عم بحب فوت بالأمور اليومية والبسيطة، لما بنحكي facts versus fiction مثل ما بيقولوا، يعني عن جد وقائع مقابل أمور أوقات واحد كتير بيروجها. هلا في اشياء ممكن تكون، يعني بالاول انا بدي بلش بالاشياء الاكثر دقيقه، بعدين بدي فوت بالامور اللي كثير بسيطه اللي واحد بفكر انه
انه مش معقول يكون هيدا الشيء. يعني هون بدي احكي مع شخص مختص بهالموضوع، يعني مثلا بيقولوا دراسه طلعت من فرنسا انه واحد ما ياخذ ايبوبروفين، انه لا ياخذ مثلا بس الاسيتامينوفين، يخاف يعني من هالامور والادويه. بصير واحد هدول لانه بالعاده بياخذهم بحياته اليوميه، اذا حس شوي حاله مزعوج مضايق وجع، مضادات للالتهابات، كل هالامور قديش هالامور فعلا حقيقيه وصحيحه. يعني إذا بدك تحكي عن الدراسات، صار طالع كتير دراسات بخلال فترة قصيرة، ما بعرف كيف طلعوها، بس حدا طلعها. بس اللي أنا فيه أحكي إنه ما في داعي لأخذ أي نوع أدوية إلا إذا الشخص عنده أعراض. يعني إذا أنا بلشت أحس بأعراض رشح، كحة، شورتنس أوف بريث زي ما بقولوها، يعني ضيقة نفس، وجع بالزور أو في سخونة، في أنا أخذ، إحنا بنفضل دائما التايلينول أو الأسيتامينوفين اللي هو خافض حرارة، لأنه أخف على المعدة وإله أعراض جانبية أقل من الأيبوبروفين. الأيبوبروفين برضو نفس الشيء، تقريبا بيشتغل نفس الأسيتامينوفين، إله فوائد أكثر شوي من ناحية إنه الأنتي إنفلاماتوري. بس إنه إذا أنا بلشت أحس بأعراض رشح إنه أبلش أخذ هاي الأدوية، أكيد لا، إلا إذا حكينا إنه بس علاج للأعراض نفسها أكثر من إنه وقاية. فأنا يعني بنصح أكيد 100% إنه ما أخذه للوقاية، لأنه ما رح يعمل أي شيء. فإذا كمان، وحتى إذا شعر ببعض العوارض، يعني مثل ما قلتي ببعض العوارض اللي هي للفلو أو للإنفلونزا العادية، يعني من دون ما واحد يعني كمان يفوت بالأمور اللي بتخوف، إنه قصة إنه لا هالدراسة إنه يقطعون كومبليتلي، بس على صحة السلامة واحد يلجأ أكتر للأسيتامينوفين، يعني مش للأيبوبروفين يعني كمان. بس من دون ما أنه يكون في هالخوف القاطع انه لا هيدا الشيء كتير مؤذي، بس واحد يلجأ لهم احسن على صحه السلامه مثل ما بنقول. اكيد اذا في اعراض، اذا ما في اعراض ما في داعي، لانه اكيد لانه ما رح يعمل اي وقايه. ما في، فاذا ما في داعي انه واحد يعرض جسمه لادويه زياده اذا هو مش بحاجه لها. اكيد. طب ايضا كمان بدي اقول عن امور كتير كمان بتشغل البال، يعني بتصير واحد لانه بيسمعه مثل ما قلنا هالقد صار في مصادر، وكل واحد اوقات الحكي ببلاش، وكتير ناس بيكونوا جعبلهم يتسلوا أو بدون يخوفوا الناس أو ينشروا الذعر بين كل الأشخاص، بقى بتصير بتزيد الشائعات وبتزيد الخبريات. ما بعرف، في ناس بداخلهم مثل يمكن عندهم إنه أي منحب أي إنه هيك ننشر خبريات مثل كأنه شيء مهضوم يعني، وبيستخفوا بهالموضوع. قديش هذا الشيء فعلا لا، لازم نقول إنه ما واحد يتاخد بحيلا شيء بيقراه على السوشيال ميديا، حتى الوصول إلى يعني أغبى الأمور يمكن إذا فينا نقول، واللي هي اختفاء رولو التواليت أو ورق التواليت عن كل الرفوف بالسوبر ماركت، إنه هذا الشيء بتقولي، وخاصة صارت النكت تطلع وكل هالأمور، إنه لشو عم ينعمل هيك شيء؟ يا فأنا هذا اللي عم بشدده، يعني حتى في أحد من أفراد عائلتي كل شوي بيجي بيسألني بيقول لي أنا سمعت هيك، أنا قرأت هيك، بقول له لا، الويب سايت اللي إحنا لازم ناخد منها المعلومات بالنسبة لهون لأمريكا اللي هو CDC Center of Disease Control and Prevention، وفي كمان الـ WHO World Health Organization أو المنظمات الصحية اللي هي اللي في اللوكال، يعني حسب المدينة اللي أنت فيها. ما يعني أنا بفضل إنه ما يأخذ المعلومات إلا من هناك، أسباب الوقاية. هلا اللي كمان ما بعرف الناس ليش ركضت واشترت التويلت بيبر، مع إنه يعني كل الريكومنديشن إنه to prevent the disease and spreading it، الهاند هايجين اللي هي washing the hands وإنه تغسلي إيديكي بالصابونة، هي اللي أثبتت إنها هي 100% إنه تؤدي إلى قتل الفيروس أكثر من الهاند سانيتايزر. حتى أكثر الصابون والمي أكثر yes. بعد من الهاند سانيتايزر، إلا إذا واحد كان خارج البيت وبس بده لحتى يلحق قبل ما يوصل على البيت. أكيد هذه يعني الأشياء اللي توصلك للبيت، لأنه تقدر تغسلي إيديكي أو شيء، لأنه الهاند سانيتايزر بالريكومنديشن بقولك لازم يحتوي 60% من الكحول، والموجود بالأسواع ما بيحتوي هاي الكمية. فهذه كمان الناس ما استوعبتها، انه لانه المعلومات الكم الهائل اللي عم بيطلع الناس عم تفزع، بس عم يسمع انه انا لازم يكون عندي هاند سانيتايزر او عندي صابونه او كذا، فبروح عم بجمعها بالبيت. التويلت بيبر والله طلعت عليها نكته من فلسطين، يعني ما بعرف انه اذا مزبوطه ولا مش مزبوطه، بس حتى عندنا في امريكا يعني انه بتروحي بتلاقي الشلفات فاضي، ما في ورق محارم، يعني بلكي بعدين فهمنا الوضع انه ليش اشتروها الناس وليش ما اشتروها كمان. اكيد مثل ما قلتي اهم شيء كلها اجراءات وقائيه، وان شاء الله الناس صحيح. تسمع الكلام
وان شاء الله اكيد يصير في الالتزام هلا بالحجر الصحي عبال ما ان شاء الله يلاقوا دراسات فعلا مثل ما قلت من المنظمات الدوليه ومن المواقع الالكترونيه اللي هي فعلا خارج ثقه، ومش واحد يسمع شو ما كان ويركض لحتى يسمع على اخبار اللي هي ممكن تكون فعلا عم تؤدي له هيك بس بلبله وخوف، لانه ايضا ستريس بخفف من المناعه ايضا للاشخاص. انا بالختام بدي اشكرك كثير كمان دكتور رانيا، واكيد ان شاء الله بيكون عندنا لقاءات مقبله، وبدي ارفع القبعه انا ايضا لكل الاطباء وخاصه الاطباء بهالمجال اللي هن الامراض المعديه، لأليك ولكل الطاقم الطبي بكل انحاء العالم، الممرضات والممرضين اللي هن اكثر عرضه يعني للتعاطي مع هالاشخاص المسعفين، كلهم فعلا واحد بده يرفع لهم القبعه ويقول لهم يعطيكم الف عافيه ويحميكم، انتم الملائكه اللي عم تحمونا على الارض. هذا واجب، واكيد وان شاء الله ربنا يقدرنا وننشر الوعي بين الناس، وان شاء الله فتره وبتعدي زي ما بقولوها، وان شاء الله الجميع بيسلم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، اكيد نحن بانتظار اكيد الادويه واللقاحات اللازمه، وان شاء الله اكيد نسمعها من المصادر الموثوقه. شكرا كثير لك دكتور رانيا صالح من الينوي، واكيد لنا لقاءات اكيد شكرا كثير لك هيدا، وفرصه مع سعيده. اخبار جيده واخبار ايجابيه ايضا. اهلا وسهلا فيك، اكيد لتتابعوا هاللقاء على السوشيال ميديا لإلي انا على اليوتيوب، وايضا على كل السوشيال ميديا باسمي غيدا مرزوب. لقاء اخر اكيد بنشوفكم قريبا. شكرا.